الله يرضى عن شيخنا الشيخ علي الفروجي، ذكر لي شيخنا الشيخ علي الفروجي عن الشيخ متولي الشعراوي، كان له شيخ من أولياء الله في الجزائر، فذهب الشيخ متولي الشعراوي لزيارة الشيخ من أهل الله في الجزائر. نعم، فوصل بيته وخرج الشيخ أخرج رأسه من النافذة من فوق ونظر إلى الشيخ متولي الشعراوي، قال له جئتني جنبا، روح اغتسل وتعال، اغتسل وتعال. الشيخ متولي أصابته جنابة وهو ناس، احتلم وهو ناس، قال روح اغتسل وتعال. لا عجب، لا عجب. الله يرضى عن إمام الشاطبي، الشاطبي كان طلاب كان ضريرا يجلسون بين يديه، قالوا من جاء أولا فليقرأ، من جاء ثانيا فليقرأ، وهكذا في يوم من الأيام بدأ بالثاني، بدأ بالثاني، من جاء ثانيا فليقرأ الأول. طب ليه الشيخ ما بدأ فيه؟ تذكر أنه قد احتلم وما اغتسل، اغتسل ورجع. الشيخ قال من جاء أولا فليقرأ، من جاء أولا فليقرأ. لا إله أبدا. الله يوفقنا لكل خير. من يومين نعم ذكر لي تلميذ الشيخ محمد شخير الله يرده سالم، نعم هو ذكرها لهم، يعني ما عم نحكي فضائحنا وأسرار، لا هو ذكرها لهم. قال في يوم من الأيام اشتريت كيس من بازاليا، جئت به إلى، جاء به إلى زوجتي أم زاهر الله يسلم له إياها ويبارك فيه وفيها والعيلة الطاهرة كلها، علماء المسلمين يردون سالمين. نعم، قالت له عود عاوني فصفصت البازاليا، قال له عندي درس مع الشيخ ملا رمضان البوطي، قالت له هلا بتعب. الحاصل خرج وهي حزينة زعلانة منه. لما وصل لعند الشيخ ملا رمضان البوطي فتح الكتاب أراد أن يقرأ، أي نعم، قال له شو مساي مع أم زاهر؟ مباشرة قال له سيدي الأمر كيت وكيت، قال له اذهب إليها تجد الله عندها، قال له اليوم درس ما في، روح عاونها فصفصة البازاليا. لك الله يرزقنا الفهم يا أحبابي. آمين آمين. هذا فهم الكبار، هل الصبية اللي انتسبوا العلم هالمعاني ما بيعرفوها، ولو غص من عنها وبدأ الساوي وكذا ما فهمني. ذلك الله يرزقنا صحبة هؤلاء، كمل الرجال أيها الأحباب، كمل الرجال، الله يسلكنا مسالكهم مع العافيات والإكرامات. نعم، هذه رواليها ايش اسمه، قول معي، شيخ عدنان اللحام، راح جامع الثريا من بيت اللحام اسمه، نعم هو ذكر هذا. نعم، لأنها لا بتصل عن الشيخ محمد شقيق تعرف مين عم يرويها. نعم، هو الأكابر الله يحنها، كل ما بنحكي شغلة ظريفة دري بعتوها لأصحابها، ما عليه شيء، الله يلهمنا السداد والصواب. شيخنا الشيخ عبد الرزاق العلوي علمنا ذكر الفضائل ونسبة فضائل أصحابها، بركة العلم هذه أبدا، إيه والله بركة العلم، بركة العلم. نعم، أما دلول أصحاب الخيانة ما ينسبون، بيحكي 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 يوهم الناس أنه عم يجيب من عنده، طلع من الأبواب يا خلاط. الله يرضى عن الشيخ لطف الفيومي، الشيخ لطف الفيومي كان في المجلس يذكر الشيخ والشيخ أبا الخير الميداني أكثر من 20 مرة، كان لا يكاد يذكر مسألة أو حديثة، يقول حدثنا شيخنا الشيخ أبو الخير الميداني رحمه الله تعالى، وفاء، لأن الشيخ أبا الخير الميداني كان وفيا بشيخه، تزوج بنت شيخه الشيخ عيسى الكردي ما أنجبت له أولادا، قال يا سيدي تزوج يأتيك أولاد صالحون علماء، قال هذه بنت شيخي والله لا أدخل الهم والحزن عليها وراضي أن يعيش بغير أولاد، ولكن الله ما نسيه، هيأ له تلامذ أحيوا ذكره أكثر من 100 ولد، أبرزهم الشيخ لطفي الفيومي والشيخ محمود الرنكوسي رحمه الله ورضي الله عنه وأعاد الله علينا من بركاته. الله يرزقنا الوفاء، قولوا آمين. آمين آمين. نعم يا سيدي. قال نحن بنقرأ على الصالح، ردي رجعنا على البير هذا الشيخ ماهر. نعم سيدي، بس لا تخافوا إن شاء الله، يعني منقذ إن شاء الله، وإن نزلنا البير بيطالعنا، في ناس بتنزل بس ما بيعرفوا، ما بيعرفوا يطالعوا. الله يرضى عن الشيخ عدنان السقة، مرة كان يلقي محاضرة هنا في مدرج وين أقول معي، نقابة كلية الهندسة، وهتكلمكوا عن سعيد النورسي. الحاصل ما شاء الله، الشيخ عالم رباني الشيخ عدنان السقة، فحلق بالحاضرين، حلق بهم،
فأحد العلماء قال له والله يا سيدي لقد طرت بنا في هذه المحاضرة. قال له بس سامحونا بحمص ما في مطار ننزل. الله يرضى عنه. ما أحلاهم كلام طيب. نعم كلام طيب. حتى ملاطفاتهم طيبة. شيخ عدنان السقاء عم يحكي لي لك ملاطفات الربانيين حلوة.